يعني برغم كل هذه التضحيات لكن اكيد الشرطه المصريه والامن المصري يعني يقوم بدوره. يمكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، انه احنا بنتهم كثير جدا الساعات الداخليه بان هناك اخطاء، ولكن في نهايه المطاف من يعني يتلقى الرصاص في صدورهم هم رجال الشرطه. أيوة. سواء كانوا ضباط او امناء شرطه او مجندين. أيوة. أيوة. فاحنا عايزين نقول ان من يحمي هذه البلد او الجبهه الداخليه هم الشرطه، الجيش والشرطه طبعا. طبعا داخليه. أيوة. طبعا عندما طبعًا. يكون هناك بعض التجاوزات لناس بيستهدفوا بيقتلوا بترمل زوجاتهم وبيتأتم أولادهم، فلابد أن يكون عندنا قدر من الفهم أن الناس دي لولاها احنا كان هيحصل لنا ايه؟ مليون المية يمكن احنا كنا الشارع المصري. على فكرة احنا قلنا الكلام ده، احنا لولاهم ما نعرفش نعيش الحقيقة. صحيح. يعني احنا لولا الجيش والشرطة ربنا يحميهم يا رب احنا ما نعرفش نعيش. يعني عايز حد كده يتخيل نفسه من غير جيش وشرطه يعني. تبقى السؤال مش حياه. السؤال هو اللي بيقتل مش بس المتطرفين، اللي بيقتل الامن النهارده عشان اقول لحضرتك تجار المخدرات، تجار السلاح، لصوص المنازل، لصوص السيارات. انت يعني كان حصلت تجاره الممنوع والتجاره الرائجه في المجال غير المشروع في مصر بشوره غير طبيعيه. بعد طبعا الثوره وبعد ما حدث. أيوة. الفوضى. أيوة. فهناك كانت ناس بتكسب بمئات الملايين من الجنيهات. فالشرطه وقفت تدهم. فانا لو بقول لو الشرطه فيها هذا الفساد اللي انتم بندعيه البعض يدعيه، لماذا يقتل رجال الشرطه؟ يعني ليه الارهابيين والخارجين عن القانون بيقتلوا رجال الشرطه طالما هم اصلا فاسدين زي ما احنا زي ما القله بتدعي ان هم فاسدين؟ دي نمره واحد. من الحاجات اللي حصلت برضو يقول لك اصل كل الميكروباصات بيحصل المشاكل دي، اصحاب الميكروباصات كلهم ضباط، وتفاجئي او امناء شرطه تلاقي ان اصحاب الميكروباص اتجمعوا على ضابط وضربوه او امين شرطه ضربوه. يعني كل اللي احنا بنقوله ادعاءات، ادعاءات بيبقى الواقع. شفت امين الضابط اللي تم يعني الاعتداء عليه بالضرب لغايه وشه ما كانش تحول الى كله دم يعني كان. فانا عايز اقول ان احنا بندعي على الشرطه كثير جدا، اللي بيستفيدوا من ده الخارجين عن القانون. لان انا كنت موجود يمكن في 25 مايو الحالي، 25 ابريل عايز اشوف ايه اللي هيحصل في الشارع المصري. انا ساكن في المهندسين جنب جامع مصطفى محمود، لقيت اتنين ولاد كده شكلهم غريب جدا مش واخدين بالهم مني، بيقول له يا جدع لو الدنيا ولعت والمظاهرات رجعت تاني ده هنخش شوف نصور نادي الزمالك، ده في كميه محلات، في محلات في بضاعه ب 100 مليون جنيه. ده اللي حصل، في بضاعه ب 100 مليون جنيه. بس نفسي واحد بس يا اخي يرمي طوبه عشان نكسر الدنيا ونخش. يعني عايز اقول لحضرتك ان الناس المستفيده من الفوضى كل ما عنده عربيه تاكسي هيضيع بعد، كل ما عنده متجر، كل ما عنده مول، كل ما عنده اي صحيح. كل ما عنده اولاد. عشان كده بقول انه